وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة، وقد تكون مخلوقات آدمية، فهذان قسمان. القسم الأول أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وحول بيت المقدس، كما قال سبحانه: الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة، طيب، يعني يقول الأماكن في أماكن مباركة بارك الله فيها، قال كبيت الله الحرام وحول بيت المقدس، كما قال سبحانه: الذي باركنا حوله، اللي هو بيت المقدس، صح؟ لكن الشيخ قال بيت الله الحرام، فأقول والله أعلم، إذا كان ربنا جل وعلا قد بارك حول بيت المقدس، فلأن يكون حول بيت الله الحرام إيش البركة أعظم، وهذا مما لا نزاع فيه فيما أعلم، أن بيت الله الحرام والصلاة في مسجد الحرام أفضل وخير من بيت المقدس، بل حتى من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة في مسجد الكعبة في بيت الله الحرام تعدل أو أفضل من 100,000 صلاة، بينما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة، المسجد الأقصى 500 صلاة، فما في شك أن البيت الحرام أفضل، فإن كان إن كانت البركة حول بيت المقدس فلأن تكون حول بيت الحرام أولى وأحق. نعم. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها، ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها، أن يتمسح، صلى الله عليك، أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، لأن بركة أو بتربتها أو بأحجارها، لا، ليس هذا المراد، هذا ليس مراد أبدا، أن واحد يأخذ أحجار من مكة أو من المدينة أو بيت المقدس أو من تربة غزة، هذا كله باطل أبدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يدعو إلى ذلك. ما الذي يمنعه أن يعلم أمته الخير فيقول خذوا من تراب كذا وكذا؟ ما قال، ولا من أحجار كذا، ما قال ولا فعل، ما كان ينقل الحجارة، ولا الصحابة كان ينقل الحجارة من مكان إلى مكان أبدا، وإنما يجعل الله فيها بركة يبارك فيها من الخير، لذلك الناس يلازمونها ويزدحمون عليها. نعم. لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل، نعم. فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات. ما المناسبة لا تنتقل بالذات؟ لأن أهل البدع ربما ذهب بعضهم إلى المدينة أو إلى مكة أو حج أو اعتمر، فإذا رجع تمسحوا فيه، هذا جايش من بلاد الحرم وهو بعد مبسوط تمسحون فيه، وربما هو يقول لهم لأني أنا جئت من هناك تمسحوا فيه، البركة جعل الله في هذا المكان لكن ما تنتقل بالذوات، بحيث من دخل ذهب صار فيه البركة لأنه جاء من أرض مباركة، لا. واضح؟ نعم. يعني أنك إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات، نعم، وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. ولذلك مكة المدينة كان فيها مشركون، وإلى اليوم فيها ناس عصاة وناس فساق، يعني ليس بالضرورة إذا دخل هذا أحد هذه البلد صار مباركا ولا صار له درجة عند الله، لا، المشرك مكة كانوا في مكة، كانت أصنامهم عند الكعبة. نعم. كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة، وإنما هو مبارك من جهة المعنى. نعم. يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها. نعم، القلوب تعلقت في هذا البلد، وهي دعوة إيش إبراهيم عليه السلام، قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، والهوي هو السقوط من علو إلى أسفل، وفعلا إلى يومنا هذا قلوب المسلمين يا إخوان اتجاه مكة يأتون من أقاصي الأرض من مشارقها ومغاربها، وسابقا كانوا يأتون بمسافات بعيدة على وسائل المواصلات بدائية، ربما خرج أحدهم إلى الحج قبل الحج بستة أشهر ليدرك الحج الذي بعده، صوروا،
يعني يخرج قبل الحج 6 أشهر لا ليحج هذا العام، ليحج إيش العام الذي بعده. ناهيك عن المخاطر وقطاع الطرق والسباع والهلكة من العطش من جوع، ومع ذلك يفعلون هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل فيه بركة، ودع إبراهيم عليه السلام دع الله عز وجل أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليه، فالناس تتعلق قلوبهم ويتوجهون إلى بيت الله الحرام. ذكروا أن في تاريخ ليس ببعيد أراد أحد أن يحج من البحرين، ولكن لابد أن يسير مع قافلة، لأن كان ذاك الوقت قطاع طرق ومخاطر كثيرة، فما وجد قافلة يحج من البحرين إلى مكة، لكن وجد حجاج ممكن يخرج من الهند، فركب من البحرين إلى الهند حتى يأخذ مع قافلة من الهند إلى إيش؟ إلى مكة. كيف يعني؟ كيف؟ انظر المشقة اللي كانوا يتحملونها في سبيل أداء مناسك الحج. نعم. يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها، وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها، وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع. بركة الاتباع. هو حجر، في بعض الحديث أنه من الجنة، وكان أبيض من الثلج، سورته خطايا بني آدم، لكن ليس الحجر بذاته هو الذي ينفع أو يضر، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام واستلم الحجر أو قبله صارت له البركة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا بالحجر ذاته. وهذا الحجر يوم القيامة يجعل الله له عينان مبصرتان تشهد على من استلمه بحق. كيف يعني استلم الحق؟ قال يعني استلمه مخلصا لله عز وجل في أداء المناسك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك فيرجى له أن يشهد له. وهذا ليس بغريب أن يشهد الحجر له، فإن الله قال عن الأرض، ماذا قال عن الأرض؟ ها؟ يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث، وكذلك المؤذن إذا أذن فإن يشهد له من سمعه، من حجر، من وبر، من شجر، يشهد للمؤذن. فكون الحجر الأسود يوم القيامة يجعل الله له عينين مبصرتان يشهد لمن استلمه بحق، هذا أمر ليس بغريب، واضح. ومن تتبع كتاب الله سنة رسوله عرف أن هذه الأمور هي ممكنة، حتى أن رب العالمين جل وعلا قال للسماء والأرض، ماذا قال لهما؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي التنزيل قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد. وفي الحديث اشتكت الجنة والنار إلى ربها، وهذا كثير. بل حتى الجلود والأيدي والأرجل تتكلم وتشهد، وقال لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعلى المؤمن أن يسلم لهذه النصوص ويصدق، ليس أمامه إلا أن يصدق إذا ثبت الخبر بالكتاب والسنة، فمن تمام الإيمان هو التصديق التام، لا نشك في شيء من ذلك ولا نرده. قال نعم. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فقوله لا تنفع ولا تضر يعني لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتساء تعبدا لله، مجرد الاتساء. نعم، يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعبدا لله. ولذلك قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة.